تاتيانا وينك وينك؟ انت بك شيء؟ انت بك شيء؟ لا بس بس شوي قدرت عيني. ما فيك كنت تدخيني دخيني كتار ما يا تحكيلي انا بيحكوا عن مدينة عمرها آلاف السنين، مدينة ماتت وقامت من الموت أكتر من 7 مرات، بيلقبوها بطائر الفينيق. بيروت لما بتسأل أهلها بيقولوا لك إنها ست الدنيا، ولما بتسأل جيرانها بيقولوا لك إنها جنة على الأرض. مدينة بتشبه الغرب بس متمسكة بتقاليد وعادات الشرق. مدينة بتحب الاختلاف، بتحب التميز، مدينة بتحب الحياة. بيروت اليوم مش مثل بيروت امبارح. اليوم في جرح صار عمره سنة وبعده عم يكبر، جرح عم ينزف دموع، دموع أهالي خسرت ولادها، عيال فقدت أفراد بتحبن، ولاد عم بتنام ع أبشع قصة وما عم تحلم، دموع أهل عم بتودع ولادها على المطار، عم بتغص هي وعم بتقول توصل بالسلامة، دموع شباب ناطرة فرصة تتفل، تترك أهل، تترك وطن، تترك ذكريات وتنبش على هوية جديدة. بيروت كترة القصايد وأكتر الحكايات عن أيام العز وكمان عن أيام الحرب. كتار اللي بينلاموا وأكتر يلي ما تحاسبوا، بس هالمرة عم نشهد. نحنا بدنا نخبر قصة وجع كان فينا نتفاديه، قصة جريمة ما تركت بيت، ما تركت طفل، ما خلت حلم ما قتلته بطريقة. مدينة الحضارة، مدينة الفن، عاصمة الموضة بالشرق سكتت، وقعت بإيد الجهل، وقعت بظلم الاستبداد ولبست تياب السود. بنتي الوحيدة، دنيتي، حياتي، الهواء اللي بتنفسه، الشمس اللي بشوفها، ما في أطيب منها كريسال. محبي أخلاقها حلوة، ولا مرة طلع صوتها من هي وزي ما بتصرخ ما بتعرف. هنية نحن اشتقنا لها، كل يوم بوعى بقول اليوم مش لحشوفة، نام اليوم مش لحشوفة، حرقة بقلبي تحرس تحرس هالبلد، لأنه بدنا ناس مثلك بيستاهل. وإذا بيطلع الانفجار ما عرفنا من وين وكيف وكيف، يعني لو عينا وين الانفجار ولو عينا وين نحنا. وأنا بالحمرة وهي بالأشرفية، وعلى الجروب طلعت بنت أختي عم تولول إنه بيا صاب عيون وعمي وأمها بالأرض ملقوحة وهي ملقوحة وجوزها ملقوح. عندي نانسي شفيق شادي، شادي اللي راح وضاع، شادي ضاع مثل ما قالت فيروز. اللي بتذكره مزبوط وقت اللي حطوني على الشريعة وحطولي مصل، بتجي نورس بتقلي بدنا نشيلك عن الشريعة لأنه في حدا وقف قلبه بقى نحطه تنعمله رياني ماسيون. بتذكر أني جوابتها أكيد عم تسأليني أكيد أو مينة. أنا دلال حضرة العدم، أما لكريستال عدم. أنا في غضب كتير بقلبي بس ما في حقد، ما فيني ما بعرف، نحنا ما بنحقد يعني ما بعرف أحقد، لا نحنا كلنا هيك تربينا عند بيت أهلي يعني. الله يسامحهم، لو ما عنا رجا بربنا وبيسوع ما عناش، هن الوحيدين بخلونا واقفين، بس كتير صعب كتير، ما بعرف كيف بدي مضي بقى هالحياة كلها بلاها. يا ريتني ودعتها، يا ريتني شفتها.
يمكن بعدني ناطرتها بالبيت. شو بدي أنا أول ما حكيوني أول مرة قلت لهم المادوني 36 دو بونور، دو بونور توتال. بتعرفي إذا حدا بحب يكون عنده بنت لازم تكون مثل كريستال، أدمنى هنية، أدمنى طيبة، أدمنى شاطرة، أدمنى محبة، أدمنى كريمة. هنية محبة. كنت دايما تقول لهم شو فيها هالدنيا، يعني ما تعصبوا ما تعملوا، هن أصحابها بيقولوا هيك. وتركت لي أصحاب مهمين كثير، كلهم حواطوني، كلهم حدي، يعني أنا بعشقهم. بشوف كل وحدة شقفة من كريستال. هلا كريستال بتسمع. يا رب يا رب اسمي حياة أبي شقرة، مجوزة من غسان أبي شقرة. عندي 3 أولاد لله، وفقدت واحد. قال لي ماما أنا نازل عن صاحبي بدي أشرب قهوة. آه النهار المشؤوم. كتر خير الله على كل شيء. شادي لما بيسمع صوت عالي، لأنه شادي أصم وأبكم، لما بيسمع صوت عالي بيصير حدي، لأني أنا وياه هيك. أنا يعني إنه بفهمه أكثر شيء يعني. شادي ما بين، ضاع شادي. وأنا عم بنزف، عم باخذ دواء سيلين، بدي أعمل عملية القلب الخميس كان. وما كان يوقف الدم. ضليت قاعدة هون على هالكرسي. للساعة 9 ما في خبر. ونحن منعت بيته لصاحبه. شي ساعة 2 بالليل بيصرخ لي واحد من على الشباك، ضليت سهرانة كل الليل. قال لي لقينا شادي. قلت له وين لقيته؟ بنية تحت هون 3 طوابق قشط عليه. يا حبيب قلبي، يعني إذا بعيطوا له ما بيسمع، وإذا بده يعيط ما حيسمع. بقى 24 ساعة ضل تحت التراب. وهي موته هي بتجرحني جرح، لأنه رياضي، لأنه رياضي. اختنق تحت التراب وهو طيب. العالم كلها بتحبه بعده لهلا. بيقولوا لي صوته بدنينا، كان عامل حارس الحي. بدك تاكلي ما؟ ايه بدك تاكلي حياتها. ايه يا قلبي، ايه يا عيني، ايه بدك تعطيني هيك. حبيبي انت ماما، حبيبي. لقيتها عند جارتي حرم، حطتها تحت عم تنزف على فرد مالي، بس كانت بعدها واعيه. قلت لها ماما يلا 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 رح ناخذ سياره ونروح على مستشفى. وصلنا على الاي او اتش، ما فينا نفوت، عجقه لفوق مخها. بلشت البنت تراجع. يا عمي عم تراجع البنت، هيئتها نزيف براسها لحتى فوتونا بالحلاش لجوا. فتنا لجوا، فتنا لجوا، لا اسم لا عنوان لا رقم لا شيء. قعدي بالارض، قعدي هون، حطوها على الحيط هيدا، حطوها على الحيطات هداك. يا عمي دخيلكم تعالوا شوفوا شو بها هالبنت. كان حدا يرد. يا عمي البنت راحت قشط ضغطها، راحت ايدها، مدري شو اللي ركضوا النرسات اخر شيء. ما شافوا بس انه هون الاصابه على عينها وجبينها، ما حدا قدر براسها شو صار فيها. كانت كوما اوريدي. اللي بطلبه العداله اول شغله هي انه نوصل، اول شيء العداله النيابيه والسياسيه مش رح نوصل لها. هيدي اوت اوف كويستشن، هيدي ولا بحياته صار عندنا شيء بلبنان وانكشف امره. هيدي ابشع ابشع حالات البؤس والياس
انه تحس حالك انت بوطن ما عندك ارض تقف عليها ولا عندك مأوى ولا عندك شخص تقدر تعتمد عليه ولا في مرجع ولا شيء ولا شيء يعني ولا شيء هيك بالهواء. انا اسمي ملفين خوري، مسؤولة الاعلام بمترانية بيروت. ونهار الانفجار كنت بالبيت انا وامي وخيي، على الساعة 6 و7 دقايق كنا ظاهرين من الأوضة تبع خيي، كنا عم نشوف فيها على البور، كان على أساس في حريق، ومن هون ما بعرف شي، كان في ضياع. وحتى تحت بالباركينج كانت البوابة مسكرة ومعلقة وما عم تفتح، اضطروا إنه يفتحوها ويحملوني يرجعوا على السيارة. المشهد كان كله حوالي دمار، بس كأني عم بحلم أو عم كوبس، إنه ما كنت عم بستوعب إنه عن جد أنا عم بعيش هذا الشيء. لحديت ما صرت بمستشفى الأرز، بتذكر أول شيء عملوا لي بالمستشفى إنه شالوا لي الإزاز اللي بعيوني، وبعدين من صورة لصورة لصورة تبين إنه في كسر بالكتف على أساس بيلحم لحاله. طلع إنه بعد جمعتين اكتشفنا إنه ما بيلحم لحاله، الكلافيكول طالعة كتير من المطرحة. عملنا عملية مستعجلة، رجعنا بعد فترة بنوفمبر بتشرين الثاني اكتشفنا إنه وجهي مكسور، كان قبل كله ورمان، يمكن على كتر الأدوية يلي أخدتها ما عاد حسيت بوجع. والكل كان عم بيقول إنه أنت لو مكسور وجهك ما فيك تتحمل الوجع. طلع إنه بالفعل مكسور وفايت العظمة سنتي لجوا، ولأنه تأخرنا لحمت غلط. كل الشباب والصبايا والولاد اللي ماتوا ارتاحوا، لأن هن اللي عايشين، هن اللي عايشين، نحن جتت ماشي على أجرتين. شباب وصبية سحر من فوج الإطفاء يلي نزلوا بكل اندفاع بكل قوة بكل شجاعة، ما حدا عذب حاله وقال لهم إنه في شيء خطير على البار، إنه معقولة ما يطلعوا من البار طيبين. يعني بعد لهلأ ما بستوعب اللي صار أبداً، ما عم تثبت معي إنه استوعب إنه هذا هو الشيء اللي صار. وكتير بعدني بخاف، كتير بعدني بحلم أشياء لها علاقة بالانفجار. حتى أوقات كتير بسمع الصوت بديني، مع إنه أنا ما يعني ماني مدركة للصوت بحد ذاته، بس بسمع هذا الصوت قوي بديني، صوت انفجار قوي بديني بسمعه، بخاف كتير لأنه بحس كأنه هلأ بده يرجع يصير شيء يعني. وكيف بعد إلهن عين يقولوا بدنا نمشي حسب الحصانة وحسب القانون، مش أي قانون هن راعوا وقت اللي حطوا هذه المتفجرات أو هذه المواد المتفجرة بالبار، أي قانون وأي شرع وأي حق من حقوق الإنسان. جمعية فرح العطاء ساعدت بكتير قبل بترميم وما ترميم كذا مناطق، وبعدنا على الأرض من 4 آب لليوم عم نساعد بترميم البيوت ومساعدة الناس ترجع لهم الفرحة قد ما فينا للناس الضحايا. نحن أولاد فرح العطاء، نحن أولاد كل عائلة فقدت أولادها، نحن بنحبكم كتير وإن شاء الله بترجع بيروت مثل قبل وأحلى. من بعد انفجار 4 آب هيديك السنة الوجع ببيروت كان كتير كبير والدمار كان كتير كبير. من هون حسينا انه جمعية واحدة او شخص واحد منه قادر يعمل التغيير، وقررنا انه ننضم لبعضنا بحملة Together لبيروت ونساعد على 4 نطاقات، على نطاق النفسي، على نطاق الصحي، على نطاق ترميم البنايات التراثية، وكمان دعم ومساعدة المؤسسات الصغيرة. البنايات التراثية بلبنان مهددة كانت حتى قبل انفجار بيروت، ومع الانفجار تهددت أكثر. اليوم أقل من 5% من البنايات اللي تهدمت أما تدمرت
بانفجار بيروت قدروا يزبطوها أما يدعموها. وهذا شيء بيزعل كتير أكيد، لأنه اليوم تراثنا هو شيء أساسي من الكالتشر تبعنا، من الايدنتيتي تبعنا، من الهيستوري تبعنا. والله يصطفل فيها ربي وإلهي. إجرام، في إجرام، في إجرام. هولي حاطينهم مش عارفين شو حاطين، مش عارفين. هولي إرهاب، هيدا عمل إرهابي. شو خص كل هالناس يروحوا منشان أهمال؟ لشو؟ قالنا غير الله، الله هو وحده 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 هو رح يخذلنا بطارنا، هو الوحيد اللي رح ياخذ بطارنا، رح ياخذ بطار هالابرياء كلهم هول الملقحين هون جوا، رح ياخذ بطارهم، ما رح يترك حدا، ما حيترك حدا. الله لا يوفقهم كلهم سوا واحد واحد. بستغرب انه بعد في ناس ممسكه بحصانتها او بموقعها، ان كان امني او سياسي او عسكري او شو ما كان، او قضائي حتى. جرح كبير، أكبر من أكبر انفجار غير نووي بالعالم. خزق بيروت، دمر لها بيوتها، قتل أولادها وسرق منها الفرح. ألكساندرا، سحر، جو، شادي، أحمد، روان، علي، كريستال، وكتار الأسامي يلي صارت غصة بالقلب، وكتار الجروح يلي بعدها عم تنزف. ناس خسرت ناس، وناس بعدها موجوعة، وناس بعدها ناطرة. كم مرة بعد بدنا نبكي؟ كم تابوت لازم نحمل؟ كم جرح لازم بعد نداوي؟ هالجرح كبير وبعده عم يكبر. ما بيوم رح ننسى شو صار أو ننسى اللي راحوا، بس ما رح بيوم نوقف نداوي. رح منضل نجرب تيرجع لبيروت حقها، نجرب نحاسب تالمجرم يدفع التمن. رح نرجع نعمر بيروت من جديد، البشر والحجر. بيروت، مهما تصعب الأيام ما تخافي، نحن ولادك حدك، منك ولألك، رح نبقى معك تينتصر الحق، تترجع العدالة وتيرجع السلام.